أخبار اليوم. أهلا بكم وبوابة أخبار اليوم وحلقة جديدة من مطبخ هناء العموري وأكلة جديدة إن شاء الله تعجبكم. النهاردة هنعمل أكلة تعتبر اقتصادية. ليه اقتصادية؟ علشان احنا هنحط فيها في لحم وفي كمان مع اللحم برغل. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل الحواوشي. الحواوشي بالبرغل واللحمة، جربوها بطريقة جديدة هتعجبكم ان شاء الله. ليه انا النهاردة هعمل الحواوشي بالبرغل وباللحمة؟ الحواوشي بيبقى مليان لحم وبيبقى ممكن يكون عالي جدا على اللي عندهم كوليسترول، فاحنا علشان نخفف من كمية اللحم الكتير ديت هنحط مقابل ليه مع اللحم البرغل. البرغل مفيد جدا للأطفال وللكبار، ولو اتعمل في ضيف الحواوشي هيزود قيمته الغذائية أكتر من الأول. هنشوف مكونات الحواوشي بتاعتنا النهاردة. عندنا برغل، نص كوباية برغل، وعندنا المقابل بتاعها كوباية لحم مفروم ضاني على كندوس. مهم جدا الحواوشي يبقى فيه ريحة من الضاني. لو انت ما بتحبيش الضاني استغني عنه خالص وحطي الكندوز، ما فيش مشكلة، بس الحواوشي بيفرق معاه قوي قوي الضاني وبيطلع ليه نكهة وريحة مميزة قوي. طيب عندنا كوباية لحم مفروم ضاني على كندوز، وعندنا نص كوباية برغل منقوع ومغسول كويس قوي ومصفيينه في مصفى، وعندنا معلقتين نشا كبار، وعندنا ملح وفلفل رومي وبصلايه كبيرة، وعندنا بهارات لحمة وفلفل اسود، وفي كمان حبهان علشان يخلي ريحة الحواوشي حلوة. اول حاجة هنعملها ان احنا هنلم كل مكونات الحواوشي دي في الكبة علشان نضرب اللحم المفروم مع البرغل. هنحط كوباية اللحمة المفرومة، قلنا كوباية، ده لحم مفروم ضاني مع كندوز ومفروم ناعم قوي، وهنحط البرغل، قلنا نص كوباية برغل منقوع ومتصفي، هنحط بصلاية مع الفلفل الرومي. انا بفضل الفلفل الرومي، نحطه مكعبات ويبقى احمر على اخضر. هنحط معلقة ملح كبيرة، ونص معلقة بهارات لحمة من عند أي عطار، ونص معلقة فلفل أسود، ورشة حبهان صغيرة قوي علشان الحبهان بيدي ريحه حلوه قوي للحواوشي مع طبعا بهارات اللحمه والفلفل الاسود. طيب اخر حاجه هنحطها النشا. هنحط معلقتين نشا، بس انتوا هتستغربوا ان انا بحط نشا في الحواوشي وبرغل، بس النشا مهم جدا في الوصفه بتاعتي دي، لان البرغل والبصل المفروض ينزلوا سوائل، ينزلوا سوائل مع كمان سوائل اللحمة المفرومة، فالنشا بيمتص كل السوائل ديت وما يخليش رغيف الحواوشي لما نيجي نحمصه سواء في الفرن او على عين البوتاجاز ان هي ما يطراش، عشان الرغيف ما يطراش والسوائل دي تطري الرغيف العيش الحواوشي. طيب احنا دلوقتي المفروض نضرب المكونات دي كلها كويس قوي في الكبة لغاية ما تبقى ناعمة قوي. شايفين ابتدى اهو ينعم شوية، هنضرب تاني لغاية ما ينعم تماما ويبقى زي العجين.
زي ما احنا شايفين المكونات كلها بقت ناعمة، وباين قطع الفلفل فيها والبصل، وريحتها طبعا جميلة جدا وشهي. هنحط كل المكونات ديت هنا. احنا برضو ممكن نعجن كده كده، هنمسكه بايدينا علشان هنحشي رغيف العيش. ادي مكوناتنا اهي، شمر كده زي ما احنا شايفين كده اهو، بقت عجينة ناعمة خالص نحشي بيها الحواوشي. احنا عندنا المقدار اللي عملناه ده يكفي 3 رغيف حواوشي تقريبا، واللي بيحب الرغيف مليان كتير ممكن يقسمه على 2. هنجيب رغيف العيش، بنفتحه من الجنب بايدينا او بالمقص من الجنب فتحة كده عشان نعرف نحشي الرغيف بالحواوشي اللي عملناه. بناخد كورة كده تقريبا، دي مناسبة جدا، وبنحطها هنا ونبتدي زي ما احنا شايفين كده، نبتدي نفرد بايدينا ونضغط عشان نفرد لحم الحواوشي جوه الرغيف. اتفرد اهو بالشكل ده، بنقفله كده ونعمل الرغيف اللي بعده، نعمل واحد تاني علشان تشوفوه. قلنا المقدار بتاعنا دوت بيقضي حوالي 3 رغيفة او رغيفين لو انت حابة تملي الرغيف قوي. ادي واحد تاني اهو كورة كده، وبنحط ونضغط ونفرد، نضغط ونوزع كل اللحم. مش قادرة اقول لكم ريحته طالعة عاملة ازاي، ريحة الحبهان مع الفلفل الرومي كده. ده شكل الرغيف بعد ما اتحشى. هنبتدي دلوقتي نسويه يا اما في الفرن يا اما على البوتاجاز، بس انا النهاردة عايزة اسويه على البوتاجاز على طاسة تيفال. للي بينشف منه الحواوشي في الفرن يجرب الطريقة ديت، مش هتنشف منه خالص. الطاسة بتبقى تيفال حامية، وبنحط عليها مقدار 4 معالق زيت، ونبتدي نحط رغيف العيش وهو سخن قوي على الطاسة، ونقلبه على الوشين، بيطلع محمص وبيطلع يعني مستوي من بره ومن جوه، خاصة لو هديتي النار شوية، ما تخليش النار عالية قوي. هنشوف دلوقتي ازاي هنسويه. هنسخن الطاسة ونحط عليها زيت مقدار 4 معالق او 5 معالق زيت. نبتدي نحط رغيف الحواوشي كده، المفروض كل شوية نقلب فيه علشان اللحم اللي جوه الني ده يستوي من بره ومن جوه، ما يبقاش ني. الطريقة ديت بتبقى اسهل بكتير من طرق تانية. الرغيف الحواوشي ممكن ينشف معاكي في الفرن، فبدل الفرن جربي تسويه على طاسة على النار. ابتدى اهو يتحمص شوية وصوته يطلع، نضغط عليه بس كده. تمام، بنقلبه على الوش التاني، كل شوية نبتدي نقلبه. هو هيطرد حبة حبة الزيت اللي حواليه ده لوحده مجرد ما يتحمص. يعني هو الرغيف مجرد ما يتحمص مش هتلاقوا كل الزيت دوت، يعني الرغيف شاربه او مليان زيت بقى وتيجي تاكليه تلاقيه كله مليان زيت، لا. انت هتلاقي الرغيف بعد ما يتحمص بيطرد كل الزيوت اللي جواه، حتى الدهون اللي بتبقى جوه اللحمه. الحواوشي بالطريقه ديت بالبرجر وباللحمه مفيد جدا وموفر في نفس الوقت، عشان كده بنسميه أكلة اقتصادية
لانك بتقللي من كميه اللحم وبتزودي البرغل، وطبعا في فلفل رومي وفي بصل، ففايده كامله كده. الحواوشي بتاعنا استوى، شايفين ازاي خد الوش بتاعه. هنحطه في الطبق بتاعنا بقى محمص زي ما احنا شايفين. الرغيف بقى محمص من ظهره ومن وشه، واللحم من جوه استوى، وده اللي هنشوفه دلوقتي لما نقسمه نصين. وطبعا سخن، بس انا عايزة اقسمه علشان تشوفوه. المفروض يهدى شوية اللحم من جوه اهو، زي ما انتم شايفين مستوي ازاي. الحواوشي ده جربوه على الطاسة على النار بدل الفرن، وقدموا معاه ممكن بطاطس محمرة او طبق سلطة، هيبقى اكلة كاملة ان شاء الله. وجربوها وقولولنا رأيكم، وبالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين.